تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وتحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق الرئيسة في المملكة، بشرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بتنفيذ الحزمة التحسينية الأولى لتخفيف الازدحامات المرورية عند بعض التقاطعات. وقد أوضح سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأن الوزارة قد قدمت المشاريع بصفة عاجلة للجنة التنسيقية، حيث وافقت اللجنة على 11 مشروعا عاجلا ضمن خطة قصيرة المدى، مشيرا إلى أن هذه المشاريع العاجلة تأتي كجزء من خطة أشمل لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة في نهاية الشهر الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، والممولة من برنامج التنمية الخليجي، والتي ستحدث نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والتزايد في أعداد المركبات. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. بعد التحية سعادة الوزير، بداية لو تحدثنا عن هذه المشاريع وكيف سوف تساهم في التخفيف من الازدحامات المرورية. كما أوضحتم في هذه المقدمة، بناء على هذه التوجيهات السامية من صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، فقد باشرت الوزارة في تنفيذ هذه الخطة العاجلة في 11 موقع على مختلف المناطق في شبكة الطرق الرئيسية. هذه المشاريع سوف تنفذ على مرحلتين، تشمل الأولى 6 مشاريع والمرحلة الثانية على 5 مشاريع. تتضمن هذه المشاريع تطوير تقاطع الجسرة، وأيضا تقاطع المرفأ المالي على شارع الملك فيصل، تطوير دوار القدم على شارع البديع، وأيضا تحسين منافذ المنطقة التعليمية بمدينة عيسى، وكذلك تحسين مدخل سار من شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتطوير تقاطع سلماباد. تتضمن الخطة أيضا تطوير مدخل أم الحصم من شارع الكويت، وأيضا دوار ولي العهد بالقرب من دوار شارع ولي العهد من القريب من المستشفى العسكري، وتطوير تقاطع الغوص على بنهاية جسر الشيخ عيسى بن سلمان الموصل بين المنامة والمحرق. بغيت أوضح إلى الأخوة المشاهدين أن هذه المشاريع قصيرة الأمد هي جزء من خطة شاملة للاستمرار في تطوير شبكة الطرق الرئيسية، والتي كما أوضحتم في تقريركم أن تصل قيمتها إلى 1.2 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج الدعم الخليجي، والتي سيتم تنفيذها إن شاء الله على مدار العامين القادمين. هذه المشاريع الكبرى سوف تحدث بلا شك نقلة نوعية في شبكة الطرق لاستيعاب التوسع العمراني وزيادة عدد المركبات من جهة، وأيضا مواصلة تعزيز مزايا البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. نعم سعادة الوزير، ذكرت بأن المدة الزمنية قصيرة، هل لك أن تخبرنا هل هناك جدول زمني محدد للانتهاء من هذه المشاريع، إضافة إلى هل هناك ترتيب مسبق مع إدارة طبعا الجهات المعنية كالمرور في يعني إدارة هذه المشاريع، خاصة وأن هناك سوف تكون خطة لإدارة هذه المشاريع في جميع أنحاء المملكة؟
كل مشاريع الطرق هناك تنسيق مباشر نعم ومستمر مع الأخوة في الإدارة العامة للمرور من جهة، وأيضا أجهزة الخدمات، ومن أهمها هي هيئة الكهرباء والماء وأيضا شبكة الاتصالات. الخطة قصيرة الأمد إن شاء الله سوف تستمر لمدة بين 6 إلى 9 شهور قادمة، وسيتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن، لكن هناك الحاجة إلى التنسيق مع أجهزة الخدمات من كهرباء وماء وغيرها. اللي أحب أن أذكره أيضا أن المشاريع الكبرى التي تكلمنا عنها هناك بعضها قيد التنفيذ، مثل دوار ألبا ودوار النويدرات وأيضا المدخل أو الجسر المؤدي إلى المدينة الشمالية. هناك مشاريع قيد المناقصة حاليا أيضا في القريب العاجل، مثل تطوير شارع الفاتح وتطوير شارع الشيخ زايد وأيضا الجسر العلوي إن شاء الله، اللي راح ينقل الحركة المرورية على شارع الشيخ خليفة بن سلمان إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان، وتطوير المداخل إلى المدن الإسكانية الجديدة مثل شرق الحد ومدينة شرق سترة. نعم سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني، شكرا جزيلا على هذا التوضيح.